لا يمر أسبوع في مصر دون أن يظهر تصريح أو اثنان عن أدوار الزوج والزوجة في المنزل، بين كلام توك شو وفتاوى رجال الدين أو حتى غير المتخصصين، وقبلهم المناكفات المعتادة على مواقع التواصل. لازم ناخد بالنا عند أول ضوء أحمر، لو مثلا متعود إيه يبوسك قبل ما ينزل وبعدين جه يوم قالك باي باي من بعيد، يبقى هنا بدأ إيه الدنيا دي علامة حمراء، دي تبتدي بقى إيه الأحمر اللي فيه. ما احنا شفت الزوج المصري هيطلع أهو دلوقتي. هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية وقعت في الفخ مجددا، فمنذ أيام قالت في تصريح تلفزيوني إن الرجل المصري حنون في حالة واحدة وهي الحرام. إيه المقدمة اللذيذة دي؟ ده مين ده؟ أنت حسستني إن أنا مش من بلدي. مين ده؟ شوف، هو إحنا عشان بس إحقاقا للحق، هو الكلام ده كله صحيح لو في الحرام. الحرام ده حاجة ربنا يكفينا شرها طبعا، والكلام ده طبعا لا يصح خالص، ما فيش أي حد اتفق على الكلام ده. مش كل الرجالة كده، وبعدين احنا بنقول الرجل المصري الرجالة كلها يا إما كويسة يا إما مش كويسة، يا إما ملتزمة يا مش ملتزمة، فإحنا بندي الرجل المصري أوقات بنظلمه، بس كل الرجالة يا محترمة يا مش محترمة. مش كل الرجالة طبعا، لا بالعكس، في رجالة مع مراتها كويسة جدا وبتعملها بأحسن معاملة بالعكس، ومش شايفة أي حد تاني غير مراته وبس. ومع أن السياق كان فكاهيا، وضحت بعدها أنها لا تعمم وتقصد أن حنان الرجل يخفت بعد فترة من الزواج، إلا أنها وجدت نفسها محاطة بسيل من الاتهامات. الرجل المصري أو الزوج المصري بمعنى الكلمة حنونا لطيفا خفيفا خالص. لو احنا قسمنا الحياة كلها لمواقف، يبقى مثلا كام في المية وكام في المية، يبقى الكلام ده اللي حضرتك بتقوله ده لا يتعدى 30%. دعوى قضائية قدمها أحد المحامين جاء فيها أن تصريحات الدكتورة هبة قطب تحرض على هدم قيم الأسرة والمجتمع وتهين الرجل المصري. هي مش تستحق بسبب، بس هي ممكن تتعاقب بأن هي طلعت تصريح زي ده، لأن مش كل الرجالة زي بعضها. هو التصريح ده أكيد يعني هي مش قصدها بالشكل العام، يعني أكيد برضو إيه بتتكلم فيه كتصريح فاني يعني. تصريحاتها وصفت أيضا على أنها محرضة على عدم الزواج، وتصور المجتمع على أنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة. هبة قطب تمثل أمام القضاء في 16 من أكتوبر الجاري للنظر في الدعوى، وحتى هذا التاريخ ربما يظهر أكثر من تصريح جديد وشجارات افتراضية أخرى. لصباح العربية، ندح جازي، القاهرة.